الاتجاه المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة. هل تعتقد أن التوقيع على المبادرة الخليجية محاولة للالتفاف على الثورة اليمنية؟ 86.6 نعم، 13.4 لا. لو بدأت بهذه النتيجة معك جمال المليكي كيف تنظر؟ يعني 86% أو حوالي 87% من المصوتين يعتقدون أن المبادرة الخليجية التي طبل وزمر لها الكثيرون على أنها يعني ستخلص اليمن من كل مشاكله، هذه النسبة الهائلة تقول أن المبادرة هي التفاف وإجهاض للثورة اليمنية. أولا علينا أن نؤكد مبدئيا أن علي عبد الله صالح وهذا الدكتاتور لم يكن ليوقع على هذه المبادرة، لأنه بصراحة استطاع أن يثبت وبجدارة أنه الصوت. مصدر من مصادر الإرهاب في العالم، وبالتالي نؤكد أنه لا يمكن أو لم يكن ليوقع على هذه المبادرة لولا أنه استخدم كل ما لديه، وصل إلى 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 طريق مسدود، استطاع شباب الثورة أن يقنعوا علي عبد الله صالح أنهم قادرون على إسقاطه وعلى القبض عليه وعلى أن يكون نهايته نهاية سوداء. وبالتالي أولا هذا التوقيع لم يكن إلا بعد أن استخدم علي عبد الله صالح، وليس صحيحا أنه لم يعمل مع عمله القذافي، هو كان يريد أن يفعل مع عمله القذافي ولكنه فشل في ذلك، لم يستطع أن يفعل ذلك لأن استعداد الشعب اليمني كان مستعدا لكل ما يريده علي عبد الله صالح من تصعيد. هذا أولا. ثانيا أن الاعتصامات وبقاء الفعل الثوري هو الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة اليمنية. أخي فيصل، إلى ما قبل الثورة عامان كاملان وهذا النظام الدكتاتوري الذي تدنى أخلاقيا إلى أقصى درجة ممكنة، هذا النظام كان يحاول المعارضة عامان كاملان على طريقة الحوار، وصل به الأمر أن يستخدم ألفاظ سوقية على الشرعية الدستورية، كأن يقول تصفير العداد وقلع العداد كإشارة إلى تمديد وضع صالح. بهذه الألفاظ تم الاستهتار بالشعب اليمني وبالشرعية الدستورية التي كان يتغنى بها. هذا أمر لابد أن ندركه، أن الضامن الوحيد هم شباب الثورة، ولولا شباب الثورة لم تكن لتوقع هذه المبادرة. الأمر الأخير الذي أريد أن أؤكد عليه أن هناك كما قلت طرفان، هناك من يرى أن المبادرة، هناك داخل الجسم الثوري نفسه والنظام أراد أن يلعب على هذه النقطة على أن يحدث شك ما بين صفوف الشباب والمعارضة بأن المبادرة هذه استخدمتها المعارضة للوصول إلى الحكم. ما أدرك، هناك من يقول أن المعارضة مؤامرة على الثورة، وهناك من يقول أنها المخرج الأمثل. إذن كلا الطرفين في الجسم الثوري عليهم أن يتفقوا على شيء واحد، وهو تصعيد الفعل الثوري لنجاح أي محاولة ومن ضمنها المبادرة الخليجية. النظام الشعب اليمني قادر على يقدم نموذج فريد، ليس صحيحا أن الحل الأمثل والوحيد هو المبادرة الخليجية. إن كانت المبادرة الخليجية ستحقق ذلك، وإلا فالشعب جاهز وعليه أن يمارس تصعيده الثوري كأشد ما يكون، وأن يكون في جاهزية قصوى لأي مفاجآت قادمة. عباس المساوى، ماذا ترى في هذه النتيجة؟ دكتور فيصل، حقيقة أنا أريد أن أنطلق معك من هامش النصلة من متنه. السياسيون والخليجيون والأمميون يكتبون النص كلا على طريقته، حتى المنتصرون خلسة والشباب والثائرون، لكن منطق اللحظة يقول أن اليمن خرج منتصرا شعبا حكومة معارضة بكل أطيافه، بقى اليمن متماسكا بما تبقى من بقايا الدولة مؤسساتها أو شخوصها حتى ربما. علي عبد الله صالح لا يعني للآن، علي عبد الله صالح قد طوى الفصل الأخير من حياته وقد انتقل، وبعد شهر من قال لك هذا؟ سأكمل لك. بعد شهرين وعشرة أيام وعشرين يوم وخمسة وعشرين يوم قل 30 يوم سينتقل علي عبد الله صالح إلى 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 الرئيس السابق والرئيس الآن، وسيكون الرئيس التوافقي هو الأخ عبد الرب منصور هادي. وبالتالي محطتنا الآن ومنطقة اللحظة يحتم علينا أن نختلف في خطابنا، في توجهنا، في فعلنا، لسبب بسيط جدا. استمرت الثورة 10 أشهر، ماذا فعلت؟ سالت الكثير من الدماء، تدمرت الكثير من المؤسسات، قدم اليمن قرابة 20 مليار دولار من اقتصاده المتهالك، ازداد الفقر، ازدادت المعاناة، ازداد التهميش، ازداد القتل والنهب والسرقة وكل شيء ازداد. وجد اليمنيون في المبادرة الخارجية مخرجا مشرفا، يبقى مال الذئب ويحفظ مال الغنم. هذه هي التوليفة الوحيدة الذي اجتمعت عليه الترويكا المعارضة واجتمعت على السلطة برعاية خليجية. ما العيب يا أخي أن يكون لدي مبادرة تنقذني وتمنع عني التقسيم والتدمير والحرب والدماء؟
ما العيب يا أخي أن يخرج الجميع منتصرون محافظين على ما تبقى من بلدهم ويخرج الرئيس السابق إذا كان المطلب هو الرئيس؟ في كل ثورات العالم في كل ثورات الدنيا لم تأتي ثورة بديمقراطية، جاء التطور النوعي للشعوب والتعليم والثقافة هي التي أتت بالديمقراطية. جميل. حتى صناديق الاقتراع لم تأتي بها. جميل. الثورة الفرنسية استمرت قتلت وانتهت إلى نابليون. الثورة الروسية انتهت إلى ستالين سيد الشرق. الثورة الإيرانية انتهت إلى محاكم خلخالي. ثورة 62 انتهت أيضا إلى المقاصل في اليمن. الثورة المصرية كلها انتهت، كل الثورات في العالم كانت نصف ثورة. لم تتقدم الشعوب وتصبح شعوب متماسكة لبناء الدولة ولها رمزية مستقلة وجسد محترم ممثل لجميع أطيافه إلا بعدها بعشرات السنين. يا أخي ما المانع أنني أنتقل من البداية لأكون كذلك بدلا من الدمار والخراب؟ هذا هو الفارق المهم الذي يجب أن نتكلم حوله. جمال، الذي أولا الثورة اليمنية لم توصل اليمنيين إلى الفقر، الذي أوصل الشعب اليمني إلى الفقر هو هذا النظام خلال 33 سنة. هل تعلم أخي فيصل أن 15 شخصية من شخصيات هذا النظام وحسب تقرير رسمي هي مسيطرة على معظم أراضي الجنوب؟ هل تعلم أخي فيصل أن هذا النظام أوصل الشعب اليمني إلى أن يكون 50% تحت خط الفقر؟ الثورة فقط فضحت وأخرجت الأفعى من مخبئها، لم يكن مطلقا الثورة هي سبب هذا الفقر الذي يتحدث عنه الأخ. وهذا التضليل مله العالم وأصبح منطق هش لا يستطيع أن يثبت. وبالتالي نحن أمام الذي سيضمن لليمن الثورة هي التي ستمكن لتعليم. الثورة هي في عمقها تحول اجتماعي فكري سيمكن لتعليم حقيقي، سيمكن لمجتمع فاعل في اليمن. إذن نحن لا يكفي فقط رحيل علي عبد الله صالح، دون أن يرحل هذا النظام بقاء جزء منه لن يبقى إلا للانتقام، والجريح إذا بقى لن يبقى لبناء دولة. كيف تريد أن تقنعني أن أحمد علي عبد الله صالح على سبيل المثال إذا بقى سيبقى لبناء دولة؟ أحمد علي عبد الله صالح هو الذي قتل اليمنيين، أحمد علي عبد الله صالح وأبوه هو الذي استخدم هذه المجازر. هذا الأخ يتكلم بهذا المنطق الذي وكأنه يتكلم على أريكة، لأنه لم يرى هذه الدماء ولا يستطيع أن يراها لأنه استمر الدفاع مرارا عن هذا النظام. إذن نحن أمام نظام دكتاتوري لابد أن يكتف. أنا لست عن بكرة أبي، عن بكرة أبي لابد أن يرحل هؤلاء تماما. هناك شخصيات لابد أن ترحل. وعلى فكرة ليس الحزب الحاكم لم يكن حاكما في اليمن، الذي كان يحكم في اليمن هي عائلة وحاشية واستأجروا بعض الإعلاميين لكي يدافعوا. يعني تريد أن تقول أن الأحزاب الحاكمة في معظم الدول العربية عبارة عن حذاء يلبسه الطاغية كي يدعس به في الوحل، وعندما ينتهي من الوحل يرمي الحذاء خارجا؟ لذلك على المؤتمر الشعبي العام إذا أراد أن يتحول إلى حزب حقيقي وليس حزب للاستخدام لهذه العائلة، الضامن الوحيد أخي فيصل لكي تتحول اليمن إلى بلد ديمقراطي ليس رحيل صالح كشخص، وإنما رحيل العائلة بأكملها، لأنهم لم يبقوا إلا للانتقام. رحيل كل من نادى خلال الثورة. والقضية ليست قضية شخصية، أنا أريد أن أقول شيء، أن حتى الإعلاميين الذين يظهرون في الإعلام، القضية ليست قضية شخصية، كل إعلامي لابد أن يدرك أن هناك شعب يراقبه سوف يرميه في مزبلة التاريخ، كما رمت الثورات العربية المستبدين سيرمو كل إعلامي أراد لنفسه أن يكون مسوقا للظلم، أراد لنفسه أن يكون مدافع عن الدكتاتورية. لو كانت القضية قضية شخصية أخي ما رضيت أن أقف هنا، وقد نصحت من قبل الكثير أن أنسحب من هذا البرنامج ومن أمام الأخ. لذلك أنا أريد أن أقول أن المسألة مسألة فكرة، نريد أن نقول للمجتمع.